هلا. لا لانه بدنا نعرف اي نهار، نهار عيد الحب 14 شهر، ونشوف كيف بدنا نحجز كيف. والله ما انا كثير اكل هم القصص ب 14 يوم، شو حنلحقنا نلحقنا انا لا حياتي حنلحق. شو ما تيجي تصفل حنلحق. ما عم تقولي ابوكي طلع كل الاوراق، طلع لك شهاده العزوبه وطلع لك كل شيء. اي خلص انا بنلحق حياتي. هاي كلها فكره. انا اليوم بحكي مع بابا وبقول له كمان شوف شو لازمني اوراق، طلع اليوم اليوم شوف، بقول له انزل لي على السفاره شوف شو لازمني مشان طلع اوراق. سبعة الشهر المفروض سهام تكون 20. ايه بلحق. شو ماشي سهمتي؟ لا ما استناك تكمل كالكول. شو كالكول؟ حسابات. لا لا عم شوف سهام بتنزل، بتخلص الابليكيشن تبع، لانه كان تبعت لي الاغراض. انت رح تنزل ايه؟ اه انت بنزل. ها 20 20 شو؟ 20 هذا الشهر. ما بدنا، لانه بدي اقتلك مثل اختلك اخذ ذهباتني عنده. بون حياتي طعميهم بسكوي حياتي خصمي القصة. ها طعميهم بسكوي حياتي خصمي القصة. مو بون 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 بس حلو مغربي كتير كتير طيب. مو أطيب من حلو الشام حياتي. هلا كل واحد رح ما رح نتخانق على الحلو، الحلو كله كله بأدواء يعني كله. إذا الحلو أنتوا رح تحبوا، أنتوا يعني أنتوا شبعانين من حلو تبعكم رح تحبوا حلو تاني، وإحنا حلونا شبعانين منه رح نحلو. فهمت؟ كل واحد بيحب الحلو التاني. عاوز جملة واحدة مفيدة حبيبتي. ضاعت البنت. ارجعي على الباركينج. خلص حبيبتي اذا الحلو الحلو كله قاعد معي، شو بدي بالحلو الباقي؟ المهم دخيل قلبي، دخيل قلبي، تقبشي قلبي، تقبشي قلبي، تقبشي قلبي ابوشة. حندق بندق ان شاء الله اللي بيشوفني يصلي على النبي. ما يصلي على النبي، ما يصلي على النبي ان شاء الله. عينه تطق وتنبق ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب. تقبشيني ابوشه، ابوشتي انت. كثير كان طلبتي من سيزاري لبسك فستان. حبيبي ليلي على فكرة أنا كثير حلوة هالفكرة، بدي أتعلم من محشي كوسة، بدي أتعلمه منها. إيه ليلي شو بدك تعلمك؟ بتعلمك ما في عندها مشكلة. بتتسلى بس منيح بقول علميني. بتتسلى شوف شو لازمك شو كذا شو حابة، حابة قصص تانية تعلمك بتعلمك ما في مشكلة. لا بس أنت شو بتحب؟ أنا ما خصني، أنا ما أعرف حبيبتي. أنا كل شيء بتاكل عندي، ما عندي شيء طيب ومو طيب. كل شيء بتاكل بتعمله أمك بتاكله. مو أمي كل شيء بعمله أنا بتاكله الحمد لله. حياتي انت ما في مشكلة البيض، اعتراف سيد الأدلة. انت حياتي بتعمل البيض بشكل منيح، ما عندي مشكلة. شاطرة بالبيض. خلاص حبيبتي ما. بيضو شامبينيون، البيضو كزبرة، بيضو فرماج. هاي كثير شفت هاي ثلاث ايام راحت. بس حياتي انا بتمنى يفتحوا لي الباب باللحظة، بس بتمنى يفتحوا لي باب دقيقتين بس حبيبتي. رح تعمل شو؟ اعمل شو؟ لفوت اخلعك عضة، اخلعك عضة، خليك تروحي تقعدي بالمطبخ من هلا تتعلمي ثلاث بيضات، ثلاث شو اسمه؟ ثلاث ايام بيض. ماشي حبيبتي. حياتي فطور شو بتفطروا انتوا؟ فطور شو بتفطروا؟ احنا بنفطر حلو. ها على فكرة احنا ما بنفطر زيكم. شو بتفطر انتوا؟ بتفطروا خيار و وبندورة وزيتون صح؟ ولبنة. إيه بعد النحمة إيه. لبنة ما راح تلاقيها لبنة حياتي. إحنا بنفطر كونفيتور شوكولا بتي با.
حياتي يا حياتي، بس رجع رجع السماعة. سمعتك سمعتك حبيبتي. انا ابو عدوان مو سوسو. لا بس لا تخاف، يعني بحط لك، بعمل لك صحن لحالك في صحن. على فكرة بالغرفة بالمطبخ وين راح نفطر في صحن فيه بندورة مغسولين، يعني 24 24 بندورة. اي دبر حالك طرطي بقى. لازم حبيبتي لازم احكي مع امك. بندورة طنط عبلة وخف. ماما عبلة حبيبتي. ماما عبلة بندورة. اسمع اسمع يحيى، بندورة وخف وطماطم مغسولين متزبطين محطوطين على الطاولة. وقت ما بدك ارنب يعني شايفتيني. شايفتيني ارنب. يعني اتس ذا سيم اتس ذا سيم، يعني تاكلهم ولا يعني هاتي ما بتعرفي مثل بيقول لك العين بتاكل ولا بتاكل شوز، يعني كيف كيف يعني كيف كيف تاكل طف طف اللوتا بالحق. حبيبتي بدك تشتغلي قتيلي؟ لا حبيبتي بدك تعدي تعلمي بيت الطبخ. بتعلمه هلا قبل اشتغل. اوكي لنشوف. تعلمتي بتشتغلي؟ ما تعلمتي ما بتشتغلي. انت جايبني لاطبخ لك؟ بعت لك فزر. هلا طلع معك بقى. هلا ها؟ حياتي انت جايبني شيف؟ انت بدك شيف ولا بدك؟ بتعرف شو بيعجبني فيك حياتي؟ استغلالية ببعض المواقف. اي مني هذا زكا حبيبي. زكا؟ ماشي ماشي يا عمري، انا جايبك لاطبخ، انت تطبخي ما؟ لا حياتي انت جوزتي لاطبخ لك. انت جايبني لاطبخ لك اكنس لك ولا شو؟ تنفخيلي. انت بدك شغالة؟ تنفخيلي. هي مشكلة هي سنة الحياة. بعت لك فزر ما بدي بطلت. شو بكيفي؟ بكيفي كله بكيفي حياتي، مدام انني على البر كله بكيفي. خير ان شاء الله حبيبي. حياتي نسيت اقول لك، على البر وعلى البحر كله بكيفي. على البر وعلى البحر كله بكيفك. تعرفي ابليس لما حلم بالجنة؟ عشان وكان يحلم بالجنة. ايه يلا يحيى خلصنا الدرس تبع الضحك، هلا بلش الجد. يحيى باي، انا رايحه اتحمل. طلع اليوم يوم شو؟ اليوم شو؟ يوم الاربعاء. في نوال مجنونه، في نوال. باي حبيبتي، فرصه سريعه كثير كانت. كثير سريعه. باي باي باي. هزي لقلك. انا عندي هبل البنت.